السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في شرح جديد على قناة الكهرباء والطاقة. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن معامل القدرة. إحنا كنا عملنا سلسلة قبل كده على القناة اتكلمنا فيها عن كذا موضوع يخص معامل القدرة، فلو أنت ما شفتهاش ارجع شوفها على القناة، أو أنا هسيب لك اللينك بتاع البلاي ليست دي في الوصف أسفل الفيديو. يعني ممكن تتابع السلسلة من الأول بحيث إن أنت تبقى فاهم الموضوع معنا ماشي إزاي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس مهم، هو إزاي أقدر أحسب قيمة المكثفات المستخدمة في معامل القدرة. يعني لو عندي حمل مثلا زي موتور، إزاي أقدر أحسب المكثف المناسب اللي استخدمه عشان أعمل عملية تحسين معامل القدرة. فلو أنت أول مرة شفنا على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشوف صفحتنا على الفيسبوك وتشترك في الجروب عشان لو عندك أي سؤال أو استفسار، وبرضه شوف لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا التويتر والانستجرام، هتلاقي كل اللينكات دي في الوصف أسفل الفيديو. ولو حابب تدعمها هتلاقي لينكات الدعم في الوصف أسفل الفيديو على باتريون أو أي طريقة من طرق الدعم التانية. ان شاء الله الشرح في الفيديو ده هيكون بناء على سؤال سأله احد المتابعين للقناة، وانا شايف السؤال ده يستحق ان هو يتعمل عليه فيديو شرح. يعني السؤال بيقول انا عندي موتور، الموتور ده قدرته 45 كيلو وات، الاوتبوت باور بتاعه وبيشتغل على ريتد فولتج 400 فولت، والباور فاكتور 86%، عايز يعمل تحسين معامل القدرة. هو كتب هنا محتاج احسن قدرته، هو اكيد يقصد معامل القدرة بتاعته. فكيف احسب قيمة المكثف، يعني ازاي احسب قيمة المكثف المستخدمة في تحسين معامل القدرة للمحرك ده. بس هو كان المفروض يذكر هو عايز يحسن معامل القدرة الكام، يعني عايز يوصله الكام، عايز يوصله هل لواحد، هل 95%، هل اقل. فاحنا ان شاء الله هنحسب قيمة المكثف وليكن مثلا على 96%. فانا عندي هنا اول حاجة الاوتبوت باور بتاعتي 45 كيلو وات، وعندي الريتد فولتج 400 فولت، وعندي الباور فاكتور الريتد باور فاكتور بتاع الموتور 86%، وانا عايز احسنه اخليه 96%. فانا عندي هنا لو بصينا لمثلث القدره هلاقي عندي هنا بي دي الباور بتاعه الموتور اللي بيستهلكها الموتور، والاس 1 بتمثل الكيلو فولت امبير قبل تحسين معامل القدره، واس 2 بتمثل الكيلو فولت امبير بعد تحسين معامل القدره، والفاي 1 دي الزاويه قبل تحسين معامل القدره، والفاي 2 الزاويه بعد التحسين. وعشان احسب قيمه المكثف لازم احسب قيمه الكيو سي. الكيو سي دي اللي هي بتساوي كيو 1 ناقص كيو 2. كيو 1 اللي هي قيمه الكيلو فار اللي بيستهلكها الموتور من المصدر او من الشبكه قبل تحسين معامل القدره، اللي هي القيمه الكليه اللي بيستهلكها من الشبكه، وبعدين كيو 2 القيمه اللي بيستهلكها من الشبكه بعد تحسين معامل القدره. فانا من خلال القيمتين دول لما بطرح كيو 1 من كيو 2 بقدر احسب قيمه كيو سي اللي هي بقدر استخدمها، او قيمه المكثف اللي اقدر استخدمه في تحسين معامل القدره. فانا في الاول حاجه عندي عشان احسب الكيو سي لازم اجيب الكيو 1 ولازم اجيب الكيو 2. طب انا من المثلث ده اقدر اطلع بايه؟ اقدر اقول ان هنا التاني الزاويه اللي هي فاي 1 بتساوي الكيو 1 على بي. تاني الزاويه معروفه ان هي المقابل على المجاور، المقابل اللي عندي كيو 1 والمجاور اللي هو البي. فانا من خلال المعادله دي اقدر اجيب كيو 1. طب انا عشان اجيب كيو 1 عندي بي معطاه اللي هي 45 كيلو، لازم اجيب الزاويه اللي هي فاي 1. فاي 1 دي بتمثل ايه؟ بتمثل الزاويه بتاعت معامل القدره. لو بصينا للمثلث هنا اقدر احسب من المثلث هنا مثلث القدره ده، اقدر احسب منه الكيو 1. الكيو 1 بتمثل هنا المقابل في المثلث للزاويه بتاعه اللي هي فاي 1 اللي هي بتمثل معامل القدره. فانا لو قلت هنا تان فاي 1 هتلاقيه بتساوي كيو 1 على بي. بي اللي عندي هي معلومه اللي هي بتمثل القدره، فانا كيو 1 هنا بتساوي بي في تان فاي 1. وبالمثل برضو اللي هي الفاي 2 اللي الزاويه بعد تحسين معامل القدره، تان الزاويه دي تان فاي 2 بيساوي كيو 2 على بي، بتساوي القيمه بتاعه كيو 2 على قيمة الباور. فانا بالتالي عندي كيو 2 بتساوي البي في التان فاي 2. طب انا هحسب قيمة الزاوية ازاي؟ انا عندي الباور فاكتور اللي هو الزاوية الاولى في قبل ما احسب معامل القدرة اللي هي بيساوي كوزاين فاي بيساوي 86%. فانا لو جبت كوزاين ماينس 1 ل 86% اقدر احسب قيمة الزاوية بتاعت فاي 1. فانا بكتب على الآلة الحاسبة كوزاين ماينس 1 86%. بس في ملحوظة هنا، انت ممكن تكون الآلة الحاسبة بتاعتك بال
راديان، فانت لما بتكتب كوزاين ماينس 1 86% ممكن يطلع لك قيمه من الاثنين. لو طلعت لك ال 30.68 يبقى اعرف ان انت شغال بالديجري، يعني الحسبه بتاعتك متظبطه على الديجري. لو طلعت لك الزاويه اللي هي زي ما انت شايف 53.55 فانت اعرف انك شغال بالريديان. فلو طلعت لك القيمه دي بتضرب القيمه دي في 180 على باي فبتحصل على الزاويه بالديجري. وبالمثل برضو بعمل قيمه فاي 2 اللي هي الزاويه بعد تحسين معامل القدره، بجيب كوزاين ماينس 1 96%. 96% دي القيمه اللي انا بحسن عليها معامل القدره فبتطلع لي 16.26. وبالريديان بتطلع 0.2838. فانا كده جبت الزاويتين، الزاويه الاولى دي 30.68 قبل تحسين معامل القدره، والزاويه الثانيه اللي هي بعد تحسين معامل القدره. فبالتالي هقدر احسب من القانون اللي فوق ده الكيو 1 والكيو 2، هقدر احسب قيمه الكيو 1 والكيو 2 واطرحهم من بعض واحصل على قيمه الكيو سي. فانا كيو سي عندي بتساوي بي، هطلع البي من بره الاقواس، يبقى بي تان فاي 1 ناقص تان فاي 2، يبقى البي عندي 45 في تان 30.68 ناقص تان 16.26. طب انا عندي برضو انا بحسب بالآلة الحاسبة لازم اتأكد برضو اذا كانت الآلة الحاسبة بالديجري ولا بالريديان، عشان لو هي بالريديان فانا بضرب 30.68 في باي على 180، يعني لو هي بالريديان. لو هي بالدجري بسيبها زي ما هي كده، يعني انا الزاويه بتاعتي بالدجري بسيبها زي ما هي. فبالتالي عندي تان 30.68 هتلاقيها 0.593، وتان 16.26 هتلاقيها 0.292. الرقم ده لما بيتضرب في 45 بيطلع 13.545 كيلو فار. يعني قيمه الكيو سي اللي هي بتساوي كيو 1 ناقص كيو 2 بتساوي 13.545 كيلو فار. طبعا هنا الملحوظه اللي قلتها، عشان احول من الريديان للديجري بضرب في 180 على باي، وعشان احول من الديجري للريديان بضرب في باي على 180. الجزئيه دي مهمه عشان في ناس كتير بتغلط وهي تستخدم الحاسبه في الموضوع ده، بيطلع معاها ارقام يعني غير منطقيه او ارقام غريبه. في بعض الناس بتنتهي عند كده في الحساب، يعني بتقول لك خلاص انا كده جبت القيمه بتاعت الكيو سي وانا محتاج مكثف يديني كيلو فار 13.545 كيلو فار. بس الجزئيه دي مش دقيقه شويه، لان انا بتعامل مع الموتور، والموتور ده دايما اللي بيكون مكتوب عليه ال 45 كيلو دي هي الاوتبوت بار مش الانبوت بار. فانا بحسب المفروض لما باجي احسب قيمه المكثف بحسبها على قيمه الانبوت بار بتاعه الموتور. فبالتالي انا عندي العلاقه بين الاوتبوت بار والانبوت بار هي الكفاءه، يعني انا عندي الكفاءه بتاعه الموتور، الموتور افشنسي بتساوي البي اوتبوت على البي انبوت. من خلال كفاءه الموتور اقدر احسب قيمه البي انبوت. طبعا كفاءه الموتور بتتراوح من 8 من 10 او 75% كمان، وبتوصل احيانا ل 95%، واحيانا بتوصل اعلى من الرقم ده بس مش في كل المواتير. فيعني الرقم كفاءه الموتور من 8 من 10 ل 95%. خلينا نقول ان كفاءه الموتور ده المعلومه ما كانتش مذكوره في السؤال، خلينا نفترضها انها 9 من 10. فانا بالتالي عشان اجيب الكيلو فار المستهلك او اللي محتاجه بالظبط لازم اقسم على الكفاءه اللي هي بتمثل 9 من 10، او هي برضو لو ضربت الرقم اللي فات ده، لو ضربت الرقم اللي فات ده في البي انبوت الانبوت بار، يعني لو قسمت مثلا 45% على 9 من 10 هيديني الانبوت بار، اضربه في الرقم ده هيديني الكيلو فار اللي انا محتاجه عشان احسن معامل القدرة للموتور ل 96%. فانا الجزئيه دي مهمه، اللي انا بقسم في الاخر الكيو سي اللي تطلع لي بقسمها على الكفاءه بتاعه الموتور، ودي غالبا بتكون مكتوبه على النيم بليت بتاع الموتور يعني الكفاءه. فانا كده بالتالي انا محتاج كبسر بقدره 15 كيلو فار. طبعا في المكثفات بتاعه معامل القدره دايما بتتذكر بالكيلو فار، يعني احنا لو خدنا صوره مثلا زي كده، دي صوره بعض المكثفات المستخدمه في تحسين معامل القدره،
هلاقي هنا عندي المكثف بيتذكر، يعني بيقول لك لو شغال على 400 فولت يبقى المكثف ده هيديك 15 كيلو فار، لو انت شغال على 380 فولت هيديك 13.5 كيلو فار. طبعا قيمة المكثفات انت مش هتلاقيها بالظبط في يعني مش هتلاقي المكثف اللي انت محتاجه بالظبط، يعني انت لو حسبت القيمة طلعت معاك 7 كيلو فار لموتور تاني مثلا، فانت بتختار اقرب مكثف ليه او اقرب قيمة ليه يعني. فهنا مثلا ده المكثف عند 15 كيلو فار عند 400، وده مكثف 10 كيلو فار عند او 8.3 كيلو فار عند 400، وده مكثف مثلا 4 كيلو فار عند ال 400. فدي المكثفات بتاعت معامل القدرة. طبعا في علاقة بين المكثف بالميكرو فراد وعلاقة بين المكثف بالكيلو فار، ودي ان شاء الله هنشوفها في فيديو منفصل هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. فانا كده بالنسبة للموتور عندي للسؤال اللي اتسأل ده، انا محتاج هنا مكثف قدرته او بيدي 15 كيلو فار عند جهد 400 فولت عشان احسن معامل القدرة للموتور عشان يوصل ل 96%. احنا ممكن ناخد المثال بشكل تاني، يعني نغير في القيم بتاعة المثال ونشوف الحسابات هتطلع معانا ازاي. لو انا افترضت ان الموتور زي ما هو 45 كيلو والريتد فولت 400 والباور فاكتور 86%، بس المرة دي هحسن للواحد الصحيح، فانا هنحسب الحسابات تاني. كيو سي بتساوي كيو واحد ناقص كيو اتنين، ومنها عايز احسب قيمة الزاوية في الاول اللي قلنا عليها، بحسب الفاي واحد هي كوزاين ماينس وان 86.30.8، وبالريديان زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، وبالنسبة لفاي اتنين بتساوي كوزاين ماينس وان واحد. طبعا كوزاين ماينس وان واحد معناها ان الزاوية بعد تحسين معامل القدرة الزاوية فاي اتنين دي بتساوي زيرو، يعني كل الرياكتف باور باخدها من المكثفات ومش باخد اي حاجة من الشبكة يعني. فبالتالي عندي كيو سي بتساوي بي في تان فاي واحد ناقص تان فاي اتنين، فبتساوي تان 30.68 ناقص تان زيرو. الرقم ده 45 كيلو وات في بوينت 593 هيدينا 26.6 كيلو فار. زي ما قلت طبعا بقسمها على الكفاءة هيدينا 29.6، يعني انا عشان احسن معامل القدرة ده للموتور اخليه واحد صحيح يونتي محتاج مكثف حوالي 30 كيلو فار، وعشان احسنه ل 96% محتاج مكثف 15 كيلو فار. فبالتالي هتلاقي ان انت الفرق كبير، يعني الفرق الضعف تقريبا. فعشان كده عند التصميم في ناس بتراعي النقطة دي عشان ما يتكلفش تكلفة مكثفات اعلى، فبيحسب عند القيمة المعقولة اللي هي 96% او 97% او 95%، بحيث ان هو يوفر في الكومبوننت او في المكثفات يعني. وزي ما قلنا برضو الريديان والديجري بضرب في 180 على باي لو حاول الديجري، او لو حاول الريديان بضرب في باي على 180. فده كان رد على السؤال ازاي احسب قيمة المكثف اللي بستخدمه في تحسين معامل القدرة لموتور مثلا. وبالتالي لو انا عندي مثلا كذا حملة او كذا موتور اقدر احسب القيمة التوتال بتاعة الكابستنس اللي عندي اللي محتاجها عشان احسن معامل القدرة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هشرح الفرق بين قيمة المكثف بالكيلو فار. احنا لما بنتكلم في معامل القدرة دايما بنسمي المكثف بالكيلو فار، وبرضو هنشرح الفرق بينها وبين الفراد او المايكرو فراد، او ازاي احول من المايكرو فراد للكيلو فار او العكس يعني. الطريقة دي اسمها الطريقة الكلاسيك في تحسين معامل القدرة، يعني طريقة بالحسابات وبالارقام وبالزوايا وكده. في طريقة تاني اسمها الطريقة بالجداول، ان شاء الله احنا هنتكلم عنها برضو، اسهل بكتير من الطريقة دي بحيث ان انت بتوفر الوقت في الحسابات بتاعتك يعني. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ولو انت اول مرة شفنا اعمل سبسكرايب للقناة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. شكرا.